بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. في طريقة لمتابعة النباتات وفحصها بشكل دوري ويومي، وذلك من خلال مراقبتها ومراقبة نموها ومراقبة شكل الورقة ولونها، وكذلك فحصها في حالة حدوث إصابة معينة سواء مرضية أو حشرية. مثلا نقوم بفحص الورقة بهذا الشكل وملاحظة فيما إذا كان فيها لون غريب أو شيء غريب، وكذلك أيضا فحص أسفل الورقة وملاحظة فيما إذا كانت هناك حشرات أو عناكب أو غيرها. يكون هذا بشكل دوري في كل يوم، وملاحظة فيما إذا كان هناك ذبول أو غيره. هذه الطريقة سوف تتيح لنا معالجة أي مشكلة في حال حدوثها فورا وعدم تفاقم الموضوع. لدينا هنا مثلا نبات خيار القثاء، لون الورقة متجانس، حجمها جيد، حجم الورقة جيد، لا توجد تبقعات، لا يوجد اصفرار، حواف الأوراق لونها جيد أيضا، خلف الورقة أيضا نلاحظ لا يوجد أي مثلا حشرات أو تبقعات أو غيرها. بهذا الشكل يتم مراقبة كل النباتات وفحصها بشكل يومي. مثلا لدينا هنا نبات الرقي الأصفر، كذلك أيضا نلاحظ أن الورقة شكلها وقوامها ولونها وكذلك أسفل الورقة لا توجد مثلا حشرات أو غيرها. وكذلك في جميع النباتات لدينا هنا نبات القرع أو الشجر أو رقبة، أيضا لاحظ أن الورقة متجانسة ومتساوية بالنمو ولونها متساوي، وكذلك خلف الورقة أيضا نظيف ولا يوجد فيها أي شوائب. هذه عملية دورية ضرورية جدا لمراقبة النباتات وخصوصا المزروعة في الخارج، كونها تكون متعرضة للإصابات الحشرية أكثر من غيرها. وشكرا لكم.